السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده فكرته ظريفة جدا، ألا وهو إن بيشوف إن أي مكان تقف فيه المحطة دي تقدر من خلالها خلال 5 ساعات توصل لفين، وخلال ساعة توصل لفين. لما يكون حاجة باللون الأحمر يبقى دي خلال ساعة، اللون دوت يبقى خلال 2 3 ساعات وهكذا لحد 5 ساعات. فأنا صراحة متوقع إن أكتر مكانين هيكون فيهم قطارات هما فرنسا وبريطانيا. تمام، طب تعالى كده نبص. طبعا هو بولندا كويسة، التشيك، ألمانيا، مثلا من برلين كده، ده برلين ممتاز. باريس، واو، انت ممكن خلال 5 ساعات دول تروح لبريطانيا نفسها. تمام، اسبانيا، هو للأسف أوروبا بس مش هتلاقي حاجات في الدول العربية. أوكرانيا، أوكرانيا المطارات عندها تعبانة شوية. أيرلندا تقدر تقول إن البلد كلها تقدر تروح خلال 5 ساعات دول. إيطاليا، أسبانيا، ممتاز،